يلا بينا. يمكن عشان احنا لسه في اول الفيديو ولسه ما حدش اتفرج على حاجه او لسه حد فهم حاجه في الفيديو او ايه اللي هيحصل بعد كده، فاحنا كلنا عاديين خالص. يعني شوفوا الدنيا بتبقى عامله ازاي، ببقى انا جميل وانتوا كلكم ناس جميله والناس عايشه حياه سعيده. يعني انا بصوا بدات اتعصب اول ما وقفت قدام الكاميرا. اعزائي الساده المشاهدين، انا جايب لكم شويه فيديوهات اللي هيطلع منها سليم يجري ينزل في الكومنتات يكتب انا حي ويجري على اي حته في الدنيا يستخبى، لان اللي جاي دلوقتي حالا هيخليكم اقسم بالله ما تفتحوا تليفونات تاني. اعزائي الساده المشاهدين يلا بينا. نعم، التحدي بتاعنا النهارده ان انت تبص في وشي لمده 10 ثواني ولو ضحكت تخسر. لو ضحكت تخسر، تمام؟ فبص بقى، ده مش هحاول اضحكك يعني، تمام؟ اهو يلا نعد مع بعض، نعد مع بعض ماشي؟ انا ضحكت بقى كده، انت ضحكت. الحامل تحدي ان الناس تبص في وشه 10 ثواني وما تضحكش. انا بصيت في وشك ثانيتين اتنين بالعدد، جالي نزيف داخلي، ده غير ان انا جالي جيوب انفيه من الحاجات. بغض النظر عن ان انا رجلي الشمال تقلت عادي، مش مهم بتحصل لي، بس زادت، بس يلا مش مشكله. الحمد لله يا رب ان انا ما اسميش فادي على اسمك. انا عايز افهم انت اسمك فادي ازاي؟ انا اعرف ان اسم فادي ده اسم رقيق، اسم جميل، انما انت زيك، انت المفروض اسمك جيركن، اسمك عربيه، لا عربيه قلاب كده، انما فادي ازاي؟ لا وايه بقى الولد بيتكلم في اخر الفيديو بثقه عمياء يقول لك طالما انا ضحكت يبقى انت ضحكت، يا شارلي يا شلبن. يعني انت يا ابني انت ما بتشوفش نفسك، يعني ما بتفتحش تشوف تتفرج على الفيديوهات دي تاني؟ بأمانة الله انت بتشوف، وبقول لك فادي عضلات، فادي انت العضله الوحيده اللي عندك عضله المايك. يا راجل ده انا بسمع صوت الخلايا بتاعت مناخيرك في المايك. تفو عليك عيل معفن. عامل ايه؟ بنت الكلب سابتني. اول ما تصحى من النوم تلاقي نفسك سنجي. ده دعوة كده يا لحظة، انت سنجل ازاي؟ يا ابني انت تعالى اقف قدام مراية زي ديك، ده سنجل ازاي انت؟ ده انت دبل يا ابني، ده انت تريبل. انت بتقول يا جدعان هي مش منظمة الحيوان من شوية طلعت قالت ان وحيد القرن الابيض انقرض؟ يا جدعان ما تتأكدوا من ام معلوماتكم، انتوا ايه اللي احنا شايفينه ده؟ سنجل يا نهار ازرق. تحس نفسك زي الشرعوة الاوبر. بنت الكلب شابتني، بنت الكلب شابتني. يا جدعان ده جوز الفيله اللي ماتت في بيت الحيوانات من اسبوع. طلعوا قالوا انه الفيله اللي في بيت الحيوانات ماتت، بس مش هي هتموت وجوزها يقرفنا احنا في عيشتنا، مش لدرجه ان الفيل يروح يشتري له تليفون بكاميرا ويقرفنا في عيشتنا. والله عال والله بقت الفيله بتعمل فيديوهات. حد يقول لي سابتني ليه؟ عيب ايه؟ خد انغفي شعرفي، ايه عيب بقى؟ ايه عيبي؟ انا عيب ايه؟ خدود وفيه شعر انت كنت عايز تطلع فاضي؟ عايز يطلع وشك فاضي يعني؟ مفيش خدود ومفيش شعر كده ممسوح، وشك ده عامل زي قفاك مثلا وانت عالق ارعب؟ ما انا مش فاهم. وبعدين انت العيب مش عندك انت، العيب عندنا احنا اللي سمحنا للجريمه دي ان هي تكبر في كوكب الارض. احنا المفروض اول ما كنا نعلم بميلادك كنا رحنا قطعنا دماغك، كنا رحنا قطعناك حتت كده، رميناك في رمك في مفرمه حديد، وديناك بقى في مصب الامازون، اي حاجه نرميك في اي حته ما يكونش في رجعه او يكون في امل ان انت تعود للحياه مره اخرى. لا والبنت بتشم بعشم، واخده قطعه من الماس بتشم فيها. الله، يعني مش عرفت دي ايه؟ دي ممكن يكون بوكسر قديم عنده مثلا استحرم ان هو يسيبه في البيت، فخده حطه في جيبه بيمسح بيه اي حاجه. تشمي بعشب وخلاص. مش كده يا ماما، احنا ما بنمسكش حاجات وما بنمسحش حاجات غير بالبوكسرات القديمه. تعالى هنا هتلاقي تمسك براد بالبوكسر، امسك الحله بالبوكسر، اي حاجه. الحاجات انت ما بتدخليش مطبخ ما بتشوفيش بوكسرات ابوكي مرميه في المطبخ بيتمسك بيها الحاجات دي خالص، واحده بتشم. يا جدعان انتوا بتبقوا رفيقين قوي. لو أول مرة تشوفني على التيك توك اعملي لايك ومتابعة، ولو كنت شفتني قبل كده برضو
متابعة. واعمل شير لاصحابك قول لهم تعالوا شوفوا الفنان اللي بيغني براسه ده. سلام. اعمل شير لاصحابي واجي اقول لهم تعالوا شوفوا الفنان اللي بيغني براسه. امال يا عم ماشي بغض النظر عن فنان، يا عم انت فنان يعني في ابو الكذب يعني بتغني براسك يعني، امال انت عايز تغني، عايز تغني تحت بطنك، عايز تغني بالعضله الضامه مثلا، ما انت هتغني بايه؟ ما انت هتغني بوشك وبوقك. وبعدين عايز ايه الشنب ده يعني؟ شنبك ده ولا حد بيطفي سجاير على وشك؟ بعدين هو مش ده اللي هو الولد بتاع الفيديو بتاع تكبير وتصغير عامل دماغك؟ وانت جسمك باين، اقسم يا ابني راجع جسمك باين وشكلك ابن كلب، وانا والله العظيم تعبت من امكم كلكم. يا نهار ازرق يا نهار ازرق، ده ابو لهب، ابو لهب ما عملهاش، رايح رايح تغني في الجامع يا كفر يا ابن الكفر، رايح تعمل تيك توك ضاقت بيك الدنيا يعني، بيتكم مش لاقيه، الشارع راح ما فيش قدامك غير الجامع، ده انت هتدخل النار راكب راوتر في ايديك، اقسم بالله على اللي انت بتعمله ده يعني. انا والله العظيم ما عارف اعمل ايه، انا عايز اتصل على الشيطان اشوفه بيعمل ايه دلوقتي، ده الشيطان بيقول ان هو بيحج اول ما شاف الفيديو بتاعك، رايح بيتوب الى الله وعمال يستشهد مش عارف اقول ايه، انا مش عارف اقول ايه غير ان انا عايز اجيب لي صلاه اقطعه من عند بطني من جوه. حرق عليهم وبكد قوي فيهم والنار ولاهم حد يطفيهم، هي ما قال عليا ان انا لعبيه عشان مجنونه. انا مش صعبان عليا العيال دي ابدا ابسولوتلي، انا مش صعبان عليا غير اهاليهم ابوهم وامهم. انت متخيل واحد زي ده مثلا ابوه كان فضل يشتغل قد ايه وفضل يحوش ويعمل ويختار واحده يتجوزها وجاب شقه وعفش وبارو وموال ازرق وطلع عينه في الدنيا واتجوز وعمل فرح واصحابه ومعازيم واكل في الافراح وذبح ومواويل زرقاء، وبعد كده بقى خلف ومستشفيات ومدارس وتعليم ومصاريف وبتاع، وفي الاخر يطلع عيل من عياله دبله. يا ربي يا ربي. طب انا عايز افهم حاجه، الناس اللي بتلعب في الجينات ما كفايه لعبه يا جدعان يعني، اديكم شايفين يعني اديكم شايفين، انا عايز افهم حاجه بامانه الله نفسي افهمها. انا دلوقتي مثلا واحد خلاص ماشي حفل ربنا خلقني راجل اهو راجل وبتاع والدنيا، انت مالك بقى بالحاجات دي؟ انت مالك ستات دول وبنات انت مالك بيهم؟ لازم تعمل زيهم يعني؟ مش فاهم. طب احنا رجاله يا ابني حبيبي، رجاله والله بيطلع لنا دهن وشعر وشنب والدنيا حلوه والدنيا حلوه، انت مالك انت بقى بالحاجات دي؟ مش بتاع سيبهم هم عادي، احنا مالنا يا ابني يا حبيبي؟ ابني ايه يا ابن الكلب ده؟ انت لو ابني هوقدك، لو ابني هجيبك نصين السكينه هجيبك بشفاطه، ايه على مقاسك شفاطه؟ ايه ده انت عايز رجل كنبه؟ عريس مين ده اللي جايلك يا حيلتها؟ ابوك مين ده اللي كلمه؟ انت تروحي تعرفي ابوك كده زي الشطره ان انت بتاعتي وتخصيني، ومش اي حد هيقرب منك، لا ده اي حد هيقعد ناحيه بيك واقطع رجله. انت بتاعتي انا جاي انا والحاج والحاجه يوم الخميس الجاي الاقي شربات عشان ما اخليهاش دم على دماغكو. الله ماشي، انا كمان بحب. يلا يا حبيبتي سلام، الحد ياخدها غير ايه؟ عريسي ايه ده؟ مين ده اللي جايلك يا حالتها؟ ده انا بتاعتي انت بتاعتي ورقتي لابوك. ايه في ايه يالا؟ انت بقى انت انا مين اللي مين اللي قطفك من على الشجره بدر؟ انت استويت لسه اصلا؟ انا عايز خلاص، الناس كلها بقت صيح، الناس كلها بقت خلاص جامده جدا وبتقفل 99. فا يا ده انا دلقت لك يالا وانا باكل بطاطس بالكاتشب يالا عادي يالا، في ايه؟ بس ايوه انت جميل قوي، اضحك كده اضحك ضحكتك حلوة قوي حبيبتي. الله يخليك والله، الله يخليك حبيبتي والله حبيبتي. لا 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 لا
كده مش هنا وقعت في الحمام. الحاجات دي في الحمام مش قدام الناس كده مش فاهم. وبعدين حجر اللي هيليني اللي انت لو بتعشقي صابونه مش هتلين برضو، هتفضل حجر زي ما هي كده عادي. انا عايز افهم في منظمه حقوق الحيتان في اللي بيحصل ده، انا مش فاهم. انا اول مره اشوف السمكه التونه العنيده يا جدعان ولابسه تيشيرت التومي بقى ومش ايه الرشاقه دي في ايه يا حاجه؟ انت المفروض تلبسي شكاره اسمنت، شكاره جبس القوميه، انما اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش يا ماما. كابتن كابتن، هو البوس بيفطر في رمضان؟ بوس؟ اه؟ مش عارف. طب والاحضان؟ برضه مش عارف. طب بقول لك يا تيجي نجرب الاثنين واللي يحصل يحصل بقى. انت ماشي في الشارع عادي خالص، برنس ماشي في الشارع فلقيت واحده وقفتك تقول لك لو سمحت يا كابتن هو البوس بيفطر في رمضان؟ فانت تقول لها ما اعرفش، مع انك انت بتكمل ما تربطش اصلا، انت المفروض تقول لها حرام بيفطر عادي يعني. فتقول لك طب ماشي، طب هل الاحضان بقى بتفطر في رمضان؟ فتقول لها ما اعرفش، وانت برضه نفس ابن الكلب العره تاني، فالمفروض تقول لها حرام يا بنت الكلب اللي ما تربطيش، وتروح متضايقه لمين؟ فتقول لك طب تعالى نجربهم، ده انا هجرب فيكم الحل التالت دلوقتي علن وبيفطر في رمضان برضه. انت يا ابوكي ما قعدش خمس دقايق في البيت على حلو يربيكي، امك ما كانتش فاضيه، جيرانكم كلهم كانوا سايبين لكم العماره علشان خاطر انت تطلعي ما تربطيش برضه، انت اللي زي الجري من قدام الجري من قدام الاحترام اول ما شافه. يا جدعان يا جدعان التيك توك بدا ياخد طريق خطر، اقسم بالله طريق اللي بيروح ما يرجعش، ويا ريته ويا ريته اللي بيروح بس ولا ما بيرجعش، ده اللي بيروح واللي بيتفرج عليه ما بيرجعش. ثلاث حاجات، ثلاث حاجات تحفظهم زي اسمك كده، ما تتفرعنش وتعملهم في فرحك، ما تلفش بروتك العروسه هتقع على ووز امك، ما تدخلش برضو القاعه بالبتاع اللي هي بتمشي في السقف دي هتقع بيك وهيبقى شكلك عره، ما تنزلوش من سلالم عاليه، اوعى تنزل من سلم عالي انت وهي، هتنزل من على السلم هتروح واخده زعلقه وربنا اللي يعلم بقى اللي هيجرى لك ايه. يا جدعان انتوا ما بتعرفوش ترقصوا وبتلفوا بتعملوا ليه؟ يا عم ما تقعد برنس كده في الكشة، ان شاء الله حتى نجيب لك شيشه قص معاك عادي، خليك برنس بس قاعد باشا ما تضحكش الناس عليا. اعزائي الساده المشاهدين والله هبكي هبكي، اعزائي الساده المشاهدين اللي لسه ما عملش اشتراك للقناه ينزل يعمل عادي يعني، اخوكم انزل اعمل اشتراك ما تقعدش تتفرج عليا طياري كل شويه كده، وانزل اتفرج على بقيه الفيديوهات، واللي لسه ما عملش لايك للفيديو ده ينزل يعمل، ولو انت على الفيسبوك لو عجبك الفيديو اعمل له شير عشان اعمل تاني، مش شغلانه هي. اعزائي الساده المشاهدين سلام عليكم.